أستاذ عدنان، أعود إلى حضرتك وبحديث الدكتور حامد عن الدور المصري. الحقيقة كان النهاردة في يعني احتفالية لأطفالنا وأولادنا من ذوي الهمم، وكان الرئيس سيسي بيتحدث عن نقطة هامة جدا، وهي أنه القضية الفلسطينية دائما في القلب، والدور المصري لا يتغير أبدا تجاه هذه القضية. وبالأمس واليوم كان هناك إنزال جوي طبعا مصري للمساعدات، وهذا يضاف إلى مواقف أخرى كثيرة من دعم الدولة المصرية لأشقائنا الفلسطينيين، وهذا دور مصر ودور الشعب المصري. كيف ترى هذا الدور المصري في هذا التوقيت؟ وأيضا على ماذا تعول فيما يتعلق بسماع الغرب والقوى الغربية والمجتمع الدولي لمطالبات الدولة المصرية فيما يتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني؟ أولا، الدور المصري هو دور تاريخي وحاسم في مساعدة الفلسطينيين ومساعدة قطاع غزة وحتى الأونروا. يعني هناك تبني من الدولة المصرية لموقف الأونروا ومساعدتها. ويكفي أن أقول شيء يمكن يغيب عن البعض، لو لاحظت في خطابات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة يعني دائما يذكر الأونروا، وهذه لأول مرة رئيس مصري يتحدث في خطاباته بصورة مستمرة عن الأونروا وضرورة وجود الأونروا واستمرار الأونروا. أيضا وزارة الخارجية المصرية لها دور كبير في دعم الأونروا على كافة المستويات، سواء في الجامعة العربية على المستوى الإقليمي. يعني الدور المصري بعيد عن التشكيك ولا يمكن مناقشته، يعني لا عبر منصات إعلامية ولا وسائل التواصل الاجتماعي ولا أي شيء. هذه حقيقة تاريخية نحن نعرفها. قد لا يكون الوقت مناسب لأن نكشف كثير من الأمور، يعني ليس مسموحا لي للتحدث في السياسة أكثر، ولكن الدور المصري حاسم ومهم جدا ومركزي ولا يمكن الاستغناء عنه على الإطلاق. هو دور داعم للفلسطينيين في قطاع غزة، داعم رئيسي للأونروا كالجسم الوحيد الذي تبقى في قطاع غزة المتماسك والذي يقدم مساعدات، ومصر تعرف ذلك جيدا. لذلك هذه المساندة الكبيرة والحاسمة للأونروا لم تأتي من فراغ. نحن نأمل بأنه الجهد المصري الإقليمي والجهد المصري أيضا على المستوى العالمي أن يأتي بنتائج حقيقية على الأرض، ولكن في البداية يجب أن تنتهي هذه الحرب. يجب أن يكون هناك وقف إطلاق نار وتفتح ممرات إنسانية وأن يسمح لنا بالدخول إلى شمال قطاع غزة كما تفضلت. يعني موضوع الطائرات التي أسقطت اليوم، لأنه في النهاية نحن نرحب بهذا الجهد، لكن في النهاية إسرائيل تمنع دخول الشاحنات. فهناك خيارات، إما أن يموت الناس أو تكون إحدى هذه المحاولات عبر إسقاط المساعدات على سكان جنوب وشمال قطاع غزة. ولكن أستاذ، هذا لا يعني على الإطلاق، لا يغني عن فتح المعابر طبعا البرية، لأن هناك طبعا 7 معابر برية بين إسرائيل وقطاع غزة، فلتفتح طبعا هذه المعابر. الحديث يدور عن طعام وعن مياه وعن دواء، لا نتحدث لا عن إمكانيات عسكرية ولا إمكانيات لوجستية ولا عربات ولا غيره طبعا. مياه وطعام وأدوية،